الحملة هذه أنا أسميها حملة مباركة، لأن هذا الشيء تبارك الله واحد شيء عجيب وكبير الحمد لله، وما كتعجز الكلمات نعبر على هذه الحملة، لأن ما كناش كنتوقعوا هذا الحجم ديال المساعدات الضحايا ديال الجنوب لهاد الزلازل. الحمد لله نحن متفاجئون بهذه الكمية الكبيرة ديال المساعدات، الأغطية والملابس الحمد لله هادشي اللي كاين اخواني. التفاعل هو منقطع النظير، تفاعل كبير، تفاعل تعجيزي، انا تنقول تفاعل كبير بزاف. المغاربه كيبينوا على انهم كيبغيو هاد البلاد، كيبغيو هاد الوطن، كيتضامنوا في المآسي اللي كتجي المغرب. الحمد لله التفاعل كان ايجابي بشكل كبير، احنا لما توقعناش التفاعل هذا. هنا عباره عن اغطيه اللي كتشوفوا، اغطيه ملابس ديال الاطفال، ملابس ديال الرجال، النساء، مواد غذائية، مياه معدنية، لعب الأطفال، زيت، دقيق، داكشي تبارك الله كبير ومتنوع. احنا الرسالة الأولى تنعزيو الضحايا ديالنا في الحوز وفي تنسيف وفي مراكش وفي المغرب كامل. الرسالة الثانية تنشكروا الساكنة ديال مقاطعة المارينيين وديال فاس عامة على هذه المجهودات وهذه المساهمات القيمة، لأن مساهمات احنا ما كناش ننتظروا هذه المساهمات كلها. نحن والله إلا عاجزون على التعبير على هذا الشيء، لأن هذا الشيء بزاف، والمغاربه كرماء، وبلادنا هي هذه. المغاربه تيبغيو الوطن ديالهم، وتحت القياده الساميه الملكيه الضامن لاستقرار البلد. وتحيه كذلك للدرك الملكي، رجال الدرك الملكي والقوات المسلحه الملكيه وقوات الوقايه المدنيه اللي كاينه في الميدان في الجنوب، وحنا جنود مجندون وراء جلاله الملك. هذه مبادره طيبه داروها الاخوان، وفي الصراحة مبادرة طيبة، لأن احنا شعب تنضامن في المحنة ديالنا، وتنطلب من الإخوان ديال كاع ديال ساكنة فاس، الأحياء ديال المرينين كاملين، تعاونوا الضامن ويعاونوا هاد الناس اللي في المحنة ديال الزلزال ديال الحوز. شحال نقول لك، حنا كنقلبوا على هاد الحملة هادي يومين، وحنا كنقلبوا باش نساعدوا باللي عطى الله، والحمد لله دخلنا غير التليفون وحنا نلقاو النمره ديال التليفون حاطينها الناس، وقالوا لنا هنايا في واد فاس، وجينا فرحانين. ملي جينا سولناهم شنو خاصهم بالضبط، ما بغيناش شي نعاودوا اللي كيجيبوه الناس كامله. قال لك حنا بغينا الافريشه، بغينا الملايات، بغينا الروز، بغينا الدواء، بغينا هذا. ايوا ساهمنا باللي نقدروا عليه الحمد لله، وحنا فرحانين بالمغاربه اللي كيتضامنوا هكا، وكل شيء يد في يد، واللهم لك الحمد، والله ينصر سيدنا. وهذا الشيء اللي نقولوا، الله يرفع علينا هذا البلاء. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.